السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي أبنائي وبنات طلاب الصف الحادي عشر العلمي مرحبا بكم في درس جديد من دروس التعليمية لمادة الجيولوجيا معكم اليوم الأستاذ أسامة الشربيني مدرس مادة الجيولوجيا بمنطقة دبي التعليمية اليوم بنحاول معا أن احنا نستكمل بعض الفصائل البلورية اللي احنا بدأناها سابقا هندرس اليوم معا فصيلة السداسي نحاول نركز معا في الخواص العامة لفصيلة السداسي. أولا الأدوات اللي احنا هنستخدمها معا بلورة خشبية عبارة عن نموذج لبلورة خشبية لبلورة السداسي وهي عبارة عن الهرم المزدوج السداسي الثنائي. لاحظوا معايا هذا الشكل. هنجد عندنا الشكل مكون من جزئين هرم علوي وهرم سفلي. ولذلك بنقول عليه هرم مزدوج. كم وجه في كل هرم منهم؟ لو حاولنا إن إحنا نعد عدد الأوجه هنجدهم 12 وجه، ولذلك إحنا هناخد كل وجهين مع بعض كوحدة واحدة، ولذلك هنقول هرم مزدوج سداسي ثنائي. يعني إيه عندنا 6 ضرب 2 يبقى 12 وجه، ولذلك سميت هذه البلورة هرم مزدوج سداسي ثنائي. ايضا هناك اشكال اخرى لفصيله السداسي مثل هذا الشكل المنشوري هذا الشكل بنسميه شكل منشوري مكون من ست اوجه جانبيه ووجه علوي ووجه سفلي مهما تعددت اشكال فصيله السداسي يجب انها تشترك معا في الخصائص العامه ولذلك هنبدا ندرس مع بعض ما هي اهم الخصائص العامه التي تميز فصيله السداسي. اولا حدد المحاور البلوريه على النموذج البلوري عندنا احنا طبعا المحاور البلوريه درسناها سابقا في فصيله المكعب والرباعي والمعين القائم واحادي الميل وثلاثي الميل وكان لو تذكرتوا معي كانت عباره عن ثلاث محاور بلوريه سميناها A و بي و اما في هذه الحاله الامور ستختلف نوعا ما لو مثلا شفنا على الشهاده الشكل المبسط اللي هو يعتبر المنشوري هنجد انا عندي ست اوجه جانبيه يجب ان يمتد المحور يمتد المحور البلوري من منتصف حرف الى منتصف حرف مقابل او من منتصف وجه الى منتصف وجه لو لاحظنا هنا في عندي ست ست اوجه اذا هيمتد عندي كم محور ما بينهم ثلاث محاور افقيه او يمتد ما بين منتصف حرف الى منتصف حرف ايه مقابل بهذا الشكل اذا عندي ثلاث محاور افقيه هنا هنسميهم ازاي المحور كالعاده عندنا المحور اللي هو يمتد من اليمين الى اليسار بنسميه المحور B اللي هو هذا المحور اما المحور الذي يمتد من الامام الى الخلف بهذا الشكل لو شفناه هنا هو هذا المحور من الامام للخلف هذا المحور هنسميه المحور A اذا المحور الثالث هندي رمز اللي هو رمز جديد هيبقى المحور D اذا عندي الان ثلاث محاور افقيه تمتد من منتصف حرف الى منتصف حرف مقابل وتسمى A و B و طيب ولكن هناك ايضا محور رابع اين يوجد هذا المحور يمتد من منتصف الوجه العلوي الى منتصف الوجه السفلي بهذا الشكل بهذا الشكل هذا المحور كالعاده بيسمى المحور C اذا ما وجه الاختلاف اللي احنا بنلاحظه الان بين فصيله السداسي والخمس فصائل التي سبق دراستها اللي هي المكعب والرباعي والمعين القائم واحادي الميل وثلاثي الميل السبب الان و... اظن ايه واضح تماما او الفرق ما بينهم واضح هنا في كم محور اربع محاور بلوريه بينما في الخمس فصائل اللي ذكرناهم كان فقط ثلاث محاور بلوريه نفس الشيء لو طبقته على بلورة أخرى أو شكل آخر من أشكال البلورية لفصيلة السداسي زي هذا الشكل اللي هو الهرم المزدوج السداسي الثنائي أيضا يوجد عندي أربع محاور بلورية بهذا الشكل إذا المحور اللي جاي من اليمين لليسار هو المحور بي من الأمام للخلف هو المحور A ومحور تاني بيمتد ما بينهم هو المحور دي إذا أيضا توجد ثلاث محاور بلورية أفقية A و ودي اما المحور الراسي هو المحور C. إذا مهما تعددت اشكال هذه الفصيلة الخصائص واحدة وهي اربع محاور بلورية كما رأينا الآن. إذا هنحدد مع بعض على هذا الشكل المحاور البلورية A وB وD وكلهم محاور بلورية افقية. بتمتد منين؟ من زاوية مجسمة إلى زاوية مجسمة مقابلة على هذا الشكل. اما المحور C فهو بيمتد من أعلى إلى إيه أسفل طيب السؤال هنا كم عدد تلك المحاور أصبح طبعا أربع محاور بلورية إذن عدد المحاور البلورية أربعة نحاول نستنتج مع بعض خاصية أخرى من خصائص فصيلة السداسي خص أطوال المحاور البلورية الأربعة ثم سجل النتائج في الجدول التالي أولا المحور إيه نحاول نشتغل كده على الشكلين ونشوف هل تنطبق الشروط ولا لا على الشكلين هنا مثلا هذا الشكل هنحاول الاول نشوف المحور ايه المحور ايه بيمتد من الامام الى الخلف بهذا الشكل بتقيس يبقى مسطرتك بهذا الشكل وبتبدا تقيس هتطلع معاك حوالي 8 سنتيمتر تمام بهذا الشكل المحور البلوري بي اللي هو بيتجه من اليمين إلى اليسار إذن برضو من الزاوية المجسمة إلى الزاوية المجسمة المقابلة بهذا الشكل بنقدر نحكمه برضو 8 سنتيمتر المحور دي اللي هو بيتجه من هذا الجزء إلى هذا الجزء أيضا طالع معايا 8 سنتيمتر إذن بلاحظ إن A و B و D جميعهم 8 سنتيمتر طب باقي عندي مين؟ باقي عندي المحور الراس اللي هو سي اللي هو بيتجه بهذا الشكل. هتلاحظوا معايا تقريبا اصبح لو لاحظت هنا في هذا الارتفاع كام عندي؟ 13 سنتيمتر. لاحظوا كده معايا 13 سنتيمتر. اذا الخلاصه هنا اصبح عندي الان؟ ثلاث محاور متساويه اللي هي A و ب و بينما المحور المختلف هو المحور البلوري سي اذا العلاقة A بتساوي B بتساوي D لا تساوي C لو طبقنا طبعا الشكل ده صعب شوية عشان تبدأ تقيس فيه ولكن هناك شكل المبسط اللي هو الشكل المنشوري بهذا الشكل تمام لو لاحظنا هذه المحاور هنجد هنا المحور عندي طالع تسعة سنتيمتر كما نرى هنا محور ايضا تسعة سنتيمتر بينما هذا المحور 9 سنتيمتر اللي هي الثلاث محاور الاي والبي والدي اما المحور الراسي 10 سنتيمتر اذا بتلاحظوا هنا ايه تلاحظوا ايضا ايه بتساوي بي بتساوي دي ولكنها لا تساوي سي اذا مهما اختلفت اشكال الفصيله فان الخصائص العامه ثابته نستكمل معا اهم شيء وهي العلاقة بين الزوايا المحورية لاحظوا معايا كده هنا العلاقة محتاجة نوع من التركيز ما بين A وبين B و بالذات ثلاث محاور دول لو لاحظنا هنا كده ده محور زي ما اتفقنا هو المحور البلوري B وهنا المحور البلوري A بينما ده المحور البلوري D نحاول نعملهم مع بعض بثلاث أقلام متساوية زي ما اتفقنا بهذا الشكل هتكون بهذا الشكل تماما ركزوا معايا فيه بهذا الشكل لاحظوا معايا هنا ده المحور البلوري B وده المحور البلوري A وهنا A وبنام هنا المحور البلوري D لاحظوا كده الزوايا ما بينهم هل هذه الزوايا المحصورة ما بينهم هل هي زوايا قائمة؟ لا طبعا زوايا هنا زوايا ايه؟ منفرجه لو قسنا الزوايا دي هنجد انها جميعا بتساوي 120 درجة. طيب نقدر نسميهم ايه؟ الزاوية المحصورة بين الثلاث محاور هي نفس الزاوية وهي الزاوية اللي احنا هنسميها الزاوية جاما. تمام؟ يبقى هنا جاما واحد بتساوي جاما اتنين بتساوي جاما تلاتة بتساوي 120 درجة. تمام؟ طب نيجي للمحور الايه؟ الرأسي. نحاول نشوف كده الكلام ده مع بعض. ثلاث محاور بهذا الشكل. تمام بنفس ما احنا شايفين على الطاوله معايا هنا جاما واحد بتساوي جاما 2 بتساوي جاما 3 جميعهم 120 درجه ومحصورين ما بين المحاور البلوريه A و وD باقي عندي محور وهو المحور البلوري مين المحور البلوري C اللي هو مختلف في الطول لاحظوا معايا بقى هنا المحور البلوري مين A اه سوري المحور البلوري B طيب ما بين B وما بين C هنا المفروض يبقى عندي مين؟ بيتا آه بيتا طبعا المفروض هناك يبقى احنا عندنا هنا الزاويه اللي هي الفا. الفا بكام بقى بهذه بهذا الوضع؟ لاحظوا معايا الزاويه زاويه قائمه. طيب اللي محصور ايضا يبقى بهذا الشكل نبدا ننفذها مع بعض. المحور سي مع المحور بي تمام؟ هنجد هنا في زاويه وهي الزاويه زاويه كام؟ 90 درجه. اما ما بين السي والاي نشوف السي والاي ايضا بتلاحظوا معايا هنا 90 درجه هنا على الشكل طبعا الشكل اللي له بعدين فقط ولذلك مش واضحه معانا لكن على المجسم هنا توضح معانا تماما هنجد هنا الزاويه 90 درجه ما بين المحور سي والمحور بي وكمان ما بين المحور سي والمحور اي ايضا 90 درجه ولذلك الفا بتساوي بيتا بتساوي 90 درجه إذن ما هي الخصائص العامة لفصيلة السداسي نقدر بقى نجمعهم مع بعض كم عدد المحاور أربع محاور ما هي أطول المحاور في هذه الفصيلة إيه بتساوي بي بتساوي دي لا تساوي سي إذا سي هو المختلف قد يكون أطول وقد يكون أقصر في بعض الأشكال البلورية المختلفة أما جاما واحد بتساوي جاما اتنين بتساوي جاما تلاتة بتساوي 120 درجة أما ألفا وبيتا فهم عبارة عن زوايا قائمة اذا مهما اختلفت اشكال فصيله الايه السداسي لابد ان يتوفر فيها هذه الخصائص بكده نكون استنتجنا مع بعض الخصائص العامه لفصيله السداسي تابع معايا السؤال القادم وضح بالرسم العلاقه ما بين المحاور البلوريه والزوايا المحوريه في فصيله السداسي اولا بنبدا نرسم مع بعض المحاور A و B و D وزي ما احنا عارفين سابقا A بيمتد من الامام للخلف للمره الثانيه هنا البي بيمتد من اليمين اليسار وما بينهم المحور دي بتلاحظوا الزوايا ما بينهم جميعا عبارة عن زوايا 120 درجة وجميعا تسمى جاما ولذلك نسميهم جاما واحد وجاما اتنين وجاما تلاتة بتساوي 120 درجة اما المحور الرأس اللي هو سي هنجد انه بيعمل معايا زاوية قائمة ما بين سي وبين المحور بي دي هتسمى الزاوية الفا طب اذا دي زاوية قائمة بهذا الشكل عشان كان نقول هنا ألفا بتساوي 90 درجة كما أيضا يصنع زاوية قائمة أخرى ما بين سي وما بين إيه وهذه الزاوية تسمى الزاوية بيتا إذا أي شخص الآن يحاول يركز في الرسم المرسوم يقدر يستنتج من خلال الرسم جميع الخصائص العامة لفصيلة السداسي مثلا هيلاحظ أن في أربع محاور إذا يوجد أربع محاور لو استخدم مسطرة وبدأ يقيس في المحاور هيجد أن إيه بتساوي بي بتساوي دي بينما سي مختلف إذا إيه بتساوي بي بتساوي دي لا, لا تساوي سي الزوايا واضحة تماما على الرسم في عندي نوعين من الزوايا هنتكلم عنهم مختلفين في الدرجات جاما واحد بتساوي جاما اتنين بتساوي جاما تلاتة بتساوي 120 درجة بينما ألفا بتساوي 90 وبيتا أيضا بتساوي 90 درجة نبدأ مع بعض هنا الخصائص العامة كاملة الآن واضحة أمامي نبدا معنا الان استنتاج قانون التماثل لفصيله السداسي قانون التماثل لفصيله السداسي هنطبقه على الشكل كامل التماثل اللي هو الهرم المزدوج السداسي الثنائي اما اذا طبقناه على شكل اخر مثل الشكل المنشوري سيختلف القانون قانون التماثل اذا قانون التماثل يختلف من شكل بلوري الى اخر داخل الفصيله نفسها ولكنه بالنسبه للفصيله الخصائص العامه تظل ثابته كما هي نبدا معا اولا الهرم المزدوج الثلاثي الثنائي ما نوع محور التماثل المنطبق على المحور البلوري ايه المحور البلوري A إيه؟ اللي هو المحور الممتد من الامام الى الايه؟ الخلف بهذا الشكل. نحاول معا كده نجربه بهذا الشكل. تمام؟ هنحاول ان احنا ندير البلوره دوره كامله ونشوف هيحصل لها ايه؟ حوالين هذا الايه؟ المحور. اولا الشكل نبدأ نعمل نركز مع بعض على الشكل الإيه؟ الموجود أمامي بهذا الشكل، شوف هو وضع رأسي كده هل هو هذا الوضع؟ طبعا لا، كده واحد كده هل هو هذا الوضع؟ لا كده اتنين، إذا المحور الآن أصبح محور تماثل ثنائي. هل هذا المحور ينطبق، يتعامد على مستوى تماثل؟ نعم. اللي هو مستوى التماثل الايه؟ الراسي اللي بيقسم الى هرم امامي وهرم ايه اخر خلفي. اذا يتعامد على مستوى تماثل. ما نوع محور التماثل المنطبق على المحور البلوري بي؟ ده المحور البلوري بي تمام؟ نبدا ندير البلوره ركز معايا الجزء الداكن عندك في وضع راسي بهذا الشكل. هل هو هذا الوضع؟ طبعا لا. كده؟ واحد. هل هو هذا الوضع؟ طبعًا لا. كده 2، إذا كررت البلورة وضعها في الفراغ مرتين. إذا هو محور تماثل ثنائي. طيب، هل هذا المحور يتعامد على مستوى تماثل؟ نعم. لو شفت هذا المحور اللي جاي من اليمين لليسار بيتعامد على مستوى التماثل اللي بيقسم البلورة إلى نصف أيمن ونصف أيسر. إذا أيضًا يتعامد على مستوى تماثل. نيجي بقى للمحور البلوري دي المحور البلوري دي اللي هو موجود في هذا الوضع تمام ركز معاه برضو البلوره الان في وضع ايه؟ رأسي نبدأ ندير حوالين هذا المحور هل هو هذا الوضع؟ مختلف واحد مختلف الوضع اتنين اذا ايضا محور تماثل ثنائي وايضا يقسم البلوره الى نصفين يعني يتعامد على مستوى التماثل بهذا الشكل. إذا أيضا في عندي محور تماثل ثنائي يتعامد على مستوى تماثل. إذا الآن أصبح عندي ثلاث محاور تماثل ثنائية تتعامد على ثلاث مستويات تماثل رأسية. أيضا توجد ما بينهم، لو لاحظتوا هنا في عندي كام زاوية مجسمة؟ في 12 زاوية مجسمة. إذا لازم هيمتد ما بينهم ست محاور أفقية. في ثلاثة منهم منطبقين على المحاور البلوريه A و وD، وثلاثة منطبقة على أو توجد ما بين المحاور البلوريه اللي هي مشار إليها باللون البنفسجي. تمام؟ أيضاً هذه المحاور أيضاً بنفس الطريقة لو أدرنا هتجد إنها أيضاً محاور تماثل ثنائي. وتتعامد أيضاً على مستويات تماثل بنفس الطريقة. أيضاً بتتعامد على مستوى التماثل A أيضاً رأسية. أصبح الآن عندي ست محاور تماثل ثنائية. تتعامد على ست مستويات بهذا الشكل اذا اصبح التجميع الخاصة بيهم هنقدر نقول ستة ثنائي تتعامد على ست مستويات تماثل بقي عندي محور تماثل وحيد وهو المحور الرأسي نشوفه في الشريحة القادمة المحور البلوري مين المحور البلوري سي هنا عشان يبقى اوضح كتير معايا هنطبقه على هذا الشكل ايضا اللي هو نفس الشكل لاحظوا معايا الجزء الداكن هيتكرر كم مرة هنا انا بعامل كل وجهين متجاورين كوحدة واحدة واحد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اذا قررت وضعها كم مرة ست مرات اذا هنا المحور التماثل من النوع السداسي هل يتعامد هذا المحور على مستوى تماثل نعم هو المستوى مين الافقي اللي بيقسم البلوره الى هرم علوي وهرم اخر سفلي. اذا عندي الان محور تماثل سداسي يتعامد على مستوى ايه؟ تماثل افقي وفي نفس الوقت ينطبق على المحور البلوري سي. اذا واحد سداسي يتعامد على مستوى تماثل. هل تحتوي هذه البلوره على مركز تماثل؟ نعم هو هذا المحور. إذن اكتب قانون التماثل للنظام كامل التماثل لفصيلة السداسي. نحاول إن احنا نجمع القانون مع بعض. عندي الآن محور تماثل سداسي يتعامد على مستوى وهو المحور المنطبق على المحور البلوري C. عندي ست محاور تماثل ثنائية جميعها أفقية. منهم ثلاثة يتعامدوا على المحاور البلورية A و B و وثلاثة توجد فيما بينهم. وتتعامد ايضا على ست مستويات تماثل رأسية. كما انها تحتوي على مركز تماثل. بهذا الشكل يكون قد اكتمل عندي قانون التماثل للنظام الهرم المزدوج السداسي الثنائي. نحاول كده نقرا بقى القانون مع بعض. واحد سداسي يتعامد على مستوى تماثل، ست محاور تماثل ثنائية تتعامد على ست مستويات تماثل، بالاضافة إلى مركز للتماثل. كم عنصر تماثل موجود الآن؟ هنجد ست مح... كم محور أصبح سبع محاور وفي عندي كمان سبع مستويات يبقى كده 14 بالإضافة للمركز يبقى 15 عنصر تماثل مختلف داخل هذه الفصيلة. بهذا أبناء وبناتنا نكون قد انتهينا تمامًا من دراسة فصيلة السداسي وقدرنا مع بعض نتعرف على الخصائص العامة لها بالإضافة إلى كيفية إنشاء قانون التماثل البلوري للنظام كامل التماثل. وفي النهايه اشكركم لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته